ما شاء الله عليك، نصيبك بجنن بالفنجان، يعني على الاقل ثلاث بنات معجبين فيك. كثير. قسما بالله ناوي اطلع بروحه لهالزلمه، اذا قمت اضربه بتمنى ما حدا يمسكني بالمره. يعود وكنه بلا جنان، مو شايف عضلاته لهالدور؟ اذا بدك تقوم قوم، اكيد ما رح نمسكك، بس القتل والضرب ما رح يوصلنا لنتيجه، لازم نلاقي فكره منطقيه او شيء خطه ذكيه. ركزوا معي شوي يا شباب. اياد ركز معي ولا تخليهم يستفزوك، اكيد ما عم تقارن حالك بهاد فهد، ما؟ لانه بينك وبينه فرق كتير كبير. مروانو، لك انت احلى منه بمئة مره لهالحيط. شو قصدك احلى منه بقى؟ ما حبيتها منك منه؟ ليكي شو حلوين؟ عجبوكم؟ ايه كتير. ايه وفي هيك يعني هلا شو الحل؟ شو الحل؟ فيكم تفهموني؟ شباب انا رح يطق عرق الجنان براسي، ها؟ يعني اذا طقت براسي بقوم عليه هلا لو بده يكسرني. والله العظيم اهدى شوي من جنة. روق علي، انا خطرت لي فكره غير شكل. اذا هنن عندهم فهد ابو عضلات فنحن عنا. شو عنا؟ استنوا، والله لخليهم يجنوا الليله. استنوا لك. شو مبسوطين؟ شو كيف صرتي طمنيني؟ كتير منيحة حبيبتي، ممتازة. آسفة نزعت لك السهرة، أكيد رفيقك راح بسببي. ولا يهمك، المهم تحسنتي. شكرا، أنا صار لازم أمشي، عروة بيكون ناطر. طيب طيب مثل ما بدك. أنا عن جد بعتذر كتير، خربت لكم السهرة وأنتي عاملة هالأكل ومتعذبة. لا تاكلي همشي، المهم هلأ تحسنتي. بعدين قال لي إنه رح يجي بكرة. بكرة رح يجي؟ كتير منيح عن جد، هيك ريحتيني. طيب لكن بشوفك، انبسطي بكرة. ولقلك في فيروس منتشر بالطقس، ديري بالك وهيك تنعدي فيه. منيح اللي نبهتيني، تفضلي لوصلك. وينك لهلا؟ ليش ما عم تردي؟ لاني كنت مشغوله كتير فوق، وعن قريب رح تسمع الاخبار الحلوه، بس بدي تساعدني. مو بس بساعدك، بشتغل كل شيء. هي ردت الروح لوشك، والله اشتقت لريما. بدك ترجعي لخطيبه، تركتي دقيقتين اجت واخدته منك. ريما. عروة، اهلا وسهلا. اهلا فيك. دخيل اللي خلقك على هالشعرات. ايه كمان ان شاء الله ما حتى هذا اللواء. عد عائي حاطط بطن لعيونها، غض نظر. اكثر 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 اكثر. يلا حلو. ايه فتول عدي. لا 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 لا. وهي لعينك. والله لا تخافي. عدو. وهي كمان ذكي. يا عيني. ما عاد فيني، بدي روح. روحي روحي. حاجتكم رقوصة بقى. لك مو شايف انك قطعتي الحدود؟ فتون، هذا الشيء ما بيصير. لغينا الحدود وخلينا بالاتفاقيه. اوه والله مو معقول الحكي. يعني شو حبيبي امير، عرفنا انك بتعرف تهز، خلصت الوصله اذا ما عندك مانع. يلا حبيبتي يلا انقلعي لبرا، انقلعي. بابا بابا شو عم تعملي انت؟ شو اياد؟ شو مالك خجلان من حالك قاعد عم تهز وتترقص؟ شو مفكرني اني نسيت عمايلك؟ انا كل اللي عملته اني ساعدتك، ساعدتك، بس انت ما عم تفهمي كلو. لك لساتك مصر لهلا؟ بعد كل شيء سويته لهلا مصر انك ما تعترف باللي عملته؟ ومن وين لوين لحتى تحكي مع ريما؟ والله لهلا ما عم بفهم القصه.
لك شو انا اللي اتصلت ولا هي؟ شبكي؟ انا خبيت عليك القصه لحتى ما تنزعجي، ما كان عندي اي سبب تاني لحتى خبي عني. بتمنى انك تصدقيني بتوت. 10 سنين لك كل يوم والتاني بتفتحي سيره ميرا، انت اللي بتحكي عنها وبتعبي على سيرتها. حاجه بقى بكفي، خلصنا. لو مانك عاطيه وش ما بتتصل فيك كل يوم. حق عليك مروان، لك حاج لو ما حضرتك خربطت بيناتنا ما كان صار شيء. مزبوط، شو فكرني وقتها مريت عادي؟ لك يا بنتي روي علي، القصه صارت كثير قديمه. عجبك؟ مثل الوردة راحت مع هالغبي هاد. بالله مثل الوردة؟ لك يا عيب السم عليكم، كل الحق عليكم. إيه ليش مو انتو اللي بلشتوا بالأول؟ لا مو نحن اللي بلشنا. قليل الذوق، كان بيقدر يقلنا باي وهو رايح على الأقل. أيوة والله معك حق. خلونا نروح ننام يا بنات أحسن ما ينزعوا لنا مرقنا أكثر من هيك. ونحن بدنا ننام، تفضلوا امشوا شباب. أهم شيء تعلمنا إنه ما نوصل بالله. شيلوا أنا، إحنا اللي ما لازم نوصل فيكم. هيك لحالة راحت، ما تركوا شيء معهم. خلصوا أنتِ كمان. بدي هديك بكرة ما بعرف. كأنه مو قدران اتنان. يسلم. نمتي؟ لا. Thank you.
أنا أحياناً بتحيوه، بس والله أنا بحبك. عن جد أحياناً بتتحيون، بس مع هيك بحبك بكل حالاتك. Söz yetmiyor böyle anlarda, çıkamıyor tenhalarından. Anlamak ister sanıyor aldanıyor, uzaklaş korkularından. Söz yetmiyor böyle anlarda, çıkamıyor tenhalarından. Anlamak ister sanıyor aldanıyor, uzaklaş korkularından. Şu hal yani? يمكن لازم اقول لك اياها اكثر. حلوه كثير انت هيك بهالطريقه، ما رح نوصل لحل لمشاكلنا. ما بدي حل شيء، حتى مع المشاكل انت حلو. ما حكينا من وقتها، كيفك؟ كيف كان هداك اليوم؟ جد بهمك إنه تعرف؟ طبعاً بهمني أعرف فوتو. حلو كان، كان يوم حلو كتير. يعني تعلمت بهاليوم شغلات مهمة، كأنه درس بالجامعة. تعلمت شو هي الصورة المجردة. هذا اللي حابب تسمعه ولا اللي عم تسأل عنه. ما كنت عم تسأل عني إلي، اللي عم تسأل عنه هو كريم. أنا صرت أفهم عليك بدون ما تقول شي. بدك يعني حس إنه أنا غلطانة. أنت جواتك عم تحكم علي من اللي عملته، وعم تحاسبني كأني غلطانة وأنا ما عملت شي. ليك مبين هذا الشي بعيونك. فوتو، اكتشفت إنه ما بهمك بنوم. Thank you.
صباح الخير حبيبتي. سيرين. نعم حياتي. حاسة فيك شي متغير؟ بنوب ما فيني شي متغير، بس انتي ما بتعرفيني. بس في لا، مبين عليكي مبسوطة. ما بعرف، بس وشك مرتاح كتير عن مبارح. مبارح وين نمتي قولي؟ وهذا التخت ليش لساته مثل ما هو؟ لأنه أنا بالعادة ما بتحرك أبداً. لك حازة فجلية للمخلوقة، فمية بقى. صباح الخير. صباح النور. الأكل جاهز. عملت لك سجق مع بيض بتول لأنك بتحبيه. لا تتأخروا. شو اللي عم يصير هون؟ عملت لك سجق مع بيض بتول لأنك كتير بتحبيه. تركي تركي هالبوسة من إيدك بقى. فيني أفهم شو اللي بضحك بالموضوع؟ لك مو على أساس قضيتنا وحدة؟ مو بدينا بهالدرب سوا؟ شو تغير؟ أنا رايح أغسل وشي يا صبايا. استني لحظة، أنا فايتة معك، استنيني. فاكرين إذا هربتوا ما رح أفهم شو القصة؟ عم تخوني وما عندكم مبدأ. ألو كريم؟ إيه منيحة اللي لقيتك، مع أنه ظريفة قصة أنك ما بتستعمل موبايلات. انسى. فهمت عليك. بتمر اليوم لعندي عبيت الموضة؟ لأنه في موضوع مهم وكتير ضروري أني حاكيك فيه. ها؟ طيب، معناتها رح كون بانتظارك. صحيح. والله شو طيب الأكل طالع بشهي حبيبي. يسلموا إيديك يا عمري. عملته كرمالك. مروانتي خلينا نصير نجي لهون بكل العطل، شو رأيك؟ حاسة الهوى اللي هون بيرد الروح وبيخلي الواحد يروق كتير. والله وهذا رأيي كمان. نحنا بحاجة نرتاح كل فترة ونجي لهون. دخيلة، شو رأيك؟ فكرة بتاخد العقل. لك يا عيب الشوم، بس والله عيب عليكم. بهالأيام الواحد ما بقى يعرف عدوه من صديقه. خلصنا بقى أنت وياها يعني، وبعدين نحن بالأساس منحب بعضنا، شو بكم؟ ما لازم نخسر هالشي. طبعا التفاصيل السخيفة ما لازم تبعدنا عن الناس اللي منحبهم. ايه خلص فتون، انتو كمان زودتوا اما؟ شو رأيك نروح ونتركهم لحاله؟ ايه فكرة ممتازة وبتجنن. ايه شوفي، مو هلا مو هلا، بعدين بحكي لك. اوكي بعدين. أكلتي من هاي حبيبتي؟ أكلت أنا. إيه أكلت، خد أنت كل حبيبي. أوه يا بطل. أوه يضرني. يسلموا حبيبتي. صحة وهنا. على قلبي. يضرني. صحة حبيبي. مرحبا حضرتك مراد بيك. مرحبا مراد بيك. حضرتك بتكون حبيب مريم، ما هيك؟ أنا بكون جارة مريم بالبناية. إيه صحيح. أنا اتصلت بحضرتك لسبب. مريم على طول بتحكي لي عنك واشتاقت لك. يعني هي والله بتحبك كتير مراد. يعني مبارح مدري كم ساعة بقيت عم تبكي. إيه قالت لي يا ريت لو مراد بيجي لهون بس ليوم واحد.
يعني هي متمنية تشوفك حتى لو شوي. يعني إذا أنت بتقدر بعد إذنك تيجي اليوم المساء وتعمل لها إياها مفاجأة، أكيد رح تنبسط بشوفتك. عن جد هي بحاجة لهذا الشيء. شكراً كتير، حضرتك اللي بتجنن. أها طيب، حلو كتير. ماشي ماشي، باي. اوف، شو هالرفقات، فوق ما تخلوا عن القضية وعني تركوني ضب السفرة لحالي. انت اصحك تقوم من محلك، هذا اللي فالح فيه اصلا، ارتاح. وانتو وين رحتوا تركتوني؟ العمى عن جد وين غطوا هدول؟ مروان، امير، وينكن يا شباب؟ كأنه تركونا لحالنا؟ أمير! مروان! سيرين! سيرين! ما تقولوا لا! لك أمير! سيرين! مروان وينك؟ أنا بورجيكم العمل غلاظة! والله لا أرتبكم هالفصل ناقص والله! العمى شفتي على هالفصل؟ هدول أولاد مالهم رجال! والله لموتك يا بتول! والله لموتك! كانوا يخبرونا على الأقل. كيف الشغل؟ ما استلمت شغل بعد ما خلصنا العرض؟ شغلات بسيطة، لأنه لسه ما بلش الموسم. أنت كيفك؟ يعني ما بقدر إلك بنوب إني منيحة. أنت بتعرف قدي صار قصص سخيفة. صحيح، جد كانت سخيفة كتير، حتى أنا ما صدقت. مع فتون صح، ما حلو اللي صار، كان في أحسن منا بكتير، بس ما في شي بدون أسباب. فتون عم تشتغل معي، بتعرفي ما هيك؟ ايه بعرف كريم، بعرف، وهادي اللي خلاني حاكيك. بالله جد؟ عم اسمعك. على شو عم تضحك هلأ؟ ما شفت شي بيضحك والله. لأنك محتاجة خدماتي، شي بيضحك. أنا محتاجة خدماتك؟ بشو محتاجتها؟ فيك تفهمني؟ لأنه عم فكر أنت بلاي، كيف بدك ترجعي؟ اسمع، صح نحن براس الجبل، بس أنا ماني محتاجتك بالمرة، فيني وقف سيارة وبروح لحالي. أها، توقفي سيارة لكان. ايه بوقف سيارة، شو اللي بخوف بالموضوع؟ ايه عادي، بس منيحة بتعرفي انك على راس الجبل، يعني فهماني انه هذا الشي خطر، شوية حرامية ونشالين، بس قال دبب هذا الجبل حبابين، يعني بيقولوا مو ضروري ياكلوكي اذا مرقتي، بس ممكن يعضوكي وبيعتذروا منك. ما اغلظك. هي اخر مرة بتقطعي الحدود، كلامي مفهوم؟ ليكي إذا بدك تطلعي تفضلي، ليكو الباب قدامك. خلص عمو، ما رح أقطع الحدود، لا تزعل مني. خلص بقى عمو، أنا بعتذر على اللي عملته، لا تزعل مني. عمو؟ عمو وصلني على الطريق العام وبدبر حالي. والله هلأ مو جاي على بالي يطلع لمحل، رح أضل هون. ضلي أو روحي، هالشي براحتك. العمى قديش صاير غليظ. طيب لكن وطي الصوت شوي، كتير عالي، بدي نام. اها طيب، نوم العوافي.
بس انت ممنوع تنام يا دب، لانه اذا نمت بتروح فيها لا سمح الله تدخل بالسبات الشتوي. فتون غلطت بحق كتير، ومع كل اللي ساوته سامحتها وعطيتها فرصة تانية، وهي تكبرت على كل شي قدمته. فتون لازم تندم وتدفع تمن كل اللي ساوته معي. وشو هو المطلوب؟ المطلوب تقلعها فورا. بتشكرك على القهوة يا خانم. كريم، مو من مصلحتك انه انا ازعل منك، ما هيك؟ أنا ما بحب أني زعل رفقاتي، بس رح أعتبر حالي ما سمعت هالعرض، وبتمنى يا خانم أنه تتركي فتون بحالها أو أنا اللي رح أزعل. خلاص بابا اترك من إيدك، أنا بلمهم بعدين. ما في مشكلة، مبين هالبيت عايش فيه واحد عزابي. ايه مين هاي مريم؟ مريم ما غيرها رفيقتي بالجامعة، انت بتعرفها من قبل بابا. هلا عرفت مين بتكون، البنت اللي كنت عم تسوي معها مشروع تخرجك، ما هيك؟ يا الله دخيلك، ليش كلياتكم مصرين انه كان في شي بيني وبينها للبنت؟ والله ما كان في شي بيناتنا غير انه عم نشتغل على مشروع التخرج، ليش ما عم تصدقوا؟ وانا صدقتك، بنت لذيذة وذكية وعيلتها منيحة كمان. كانت ظابطة نومتك. ومبارح ما نمت منيح. ليش بقى؟ مقهورة كتير، كنت عم فكر ليش هيك صار فينا، نحنا شلون وصلنا لهون، نحنا فتون وإياد صرنا مثل أي اتنين، علاقتنا ما عادت ابدا مثل الاول. انا بدي نام، خلص انت رجع لمحلك. ألو، نعم، بهالوقت؟ بس الشغل بآخر دقيقة أنا ما بحبه. إذا هيك القصة لقي مصور تاني شو بعمل لك أنا؟ طيب طيب ماشي، بس آخر مرة مفهوم؟ Thank you.
قومي تعالي معي. تجهز كل هدول وانتي نايمة؟ فوت هون انا. متأكدة إنه رح يجي؟ ما بدنا مشاكل. أنت لا تاكل هم أبداً. ها وصل مجد وهلأ بيجي حبيب مريم. اياد انا مو مصدق اللي عملته. صح انت غليظ بس مهضوم بنفس الوقت. انا برايي تضلك على المهضوم. كلمه غليظ خلينا ننساها. شو رايك فتون؟ موافقه. كمان انا من الاساس ما بحبها لهالكلمه. نقلق بالصفحه بس انت لا تجبرني افتحها لانه هالموضوع بالذات واقف عليك. طيب بجرب. يقف الزمان عندما أكون معك. بك سيبقى الحب شابا. فيك وطن ملؤه الأمان بلا ضياع. بك أنت أستطيع مواجهة الحياة. بكل حب سوف أكمل طريقا أنت فيه. بك أشعر بالكمال. هل تعلمين؟ أنت كل الأزمنة بالنسبة لي لو تعلمين. بقربك لكل الأنفاس معنى. أعيش الحياة بمعنى جديد. خالد حبنا معجون بمياه الأبدية. ضروري رد لأنه من الشغل. مين؟
الو نعم. مرحبا فتون، اسف لانه عم دق لك بهالوقت. بعرف قلت لك اليوم اجازه بس استلمت شغل من شوي وبسعر كتير كبير. انا بالبيت يعني بالشغل، فيك تيجي لعندي فورا؟ ما بعرف شو وضعك وما بدي اضغط عليك، بس المبلغ كتير منيح وانا حابب انك تستفيدي. لا ولا يهمك. طيب ماشي، جاي فورا. ممتاز منيح، لا تتأخري علي. بشوفك. اجانا شغل بهالوقت؟ اليوم الأحد والساعة 9:30 المساء. خليكي معي. إياه، نحن وضعنا المادي كتير مكركب، في أقساط مدرستين، وأنا وعدت أمي سعادة، لهيك ضروري اشتغل، بدنا مصاري. وهو قال لي إنه في مبلغ كبير. فتون أنا ماشي، معك حق. أنا رح أوصلك كمان. حبيبي، على فكرة أنت رجعت إياد اللي بعرفه وبحبه، لا تتغير. برجع بعتذر عن ليلة مبارح. جوعان؟ بتحب جهز الأكل؟ لا لا، مالي جوعان لأني أكلت قبل شوي. بدي أقول لك شغلة بصراحة، أنا أجيت اليوم لسبب، في موضوع بدي أحكي معك فيه. إيه أكيد، تفضل قول. مالي عرفان كيف بدي أبدأ. أنتي مو كنتي عندي من كم يوم؟ كتير بعتذر، ماني موعدة حدا اليوم، بس ثواني. مراد؟ حبيبتي؟ مين هذا مريم؟ ريما؟ مين ريما؟ مرحبا، أنا ريما خطيبته لمجد. يا أهلين، تشرفنا. حبيبي يلا لا تواخذني، كل مرة بدق الباب وما بسمعك. ليك حبيبي، لازم نعمل نسخة عن المفتاح، لأن مو معقول نضايق مريم كل يوم والتاني. لا تواخذونا، نحن منعتذر. لا عادي، ما ناقصة، أنا مراد ومريم بتكون حبيبتي. والله جد نيالك عليها. ماشي، لكن نحن منستأذن. أمانة لا تواخذونا، يلا يا قلبي. ما عم صدق، مو معقول، قديشك وحده واطيه ولئيمه؟ معقول مخططه لكل هالشي؟ هذا شغلك انت ما هيك؟ لا تعيطوا، فوتوا فضحتونا. اها، هذا انت، حضرتك شريكه بكل عمايله، لو ما شفتك كنت تفاجأت اصلا. شو بالظاهر هذا هو المقر تبعكم؟ هون بتخططوا لكل شي؟ لك ليش عم تخربوا حياه الناس؟ مو عيب عليكم؟ والله ماني عم بستوعب، كيف قدرانين تحملوا كل هالشر جواتكم؟ والله ما عم بقدر استوعب. انتوا شو طينتكم؟ انا بحياتي كلها ما شفت انسانه بشعه ومشوهه من جوا مثلك ريما. عن جد صرت عم بقرف منك، لك انت خربتي حياتي كلها. خلاص، لك انا بكرهك بكرهك، لك ما بدي يا حيوان، بدك تموت يا حقير. بعد وليه؟ انا بندم عليك اللحظه حبيتك فيها مجد، يا ريت لو ما حبيتك ابدا، يا ريت لو بعمري ما عرفتك. لك الله ينتقم منك ويحرق لك قلبك مثل ما حرقت قلبي. لك كل شيء عملته انا كان كرمالك انت، كرمال تبقى معي وبس. Oh,
بس انت يلي ربحت، رح اطلع من حياتك وبعمرك ما بقى تشوف وشي مجد. ايه بيكون احسن. طلع فيني مجد. شو بدك؟ انت فهمان شو عم تعمل؟ مو عارفان الوضع اللي حطيتها فيه للبنت؟ شو قصدك؟ احكي. انت ما عندك فكرة شو عملت ريما كرمالك؟ ما شفت منظر البنت منهارة على الاخر، وشو لقيت بالمقابل؟ الانسان الوحيد المهم بحياتها طالع مع غيرها. شو كنت متوقع انها تساوي؟ تترك بنت تانية تاخدك بهالبساطة؟ عروة هلا بدك تقنعني انه ريما مظلومة وتزعلني عليها كمان؟ لك هاي المخلوقة بتوقع منها كل شي. تتوقع كل شي؟ تتوقع منها كل شي ما هيك؟ انت بتعرف انه هي اللي رجعت بيت رفيقتك؟ اكيد ما بتعرف. شو؟ سألت حالك ليش هي ملابسة المحبس؟ عطته لصاحبة البيت لترجع اهل فتون. طلبت منها تعتذر وراحت واعتذرت. هذا هو اللي بيعمله اللي بيحب. أهلين. أهلين وسهلين. مرحبا، ما تأخرت عليك ما هيك؟ لا، جيت على الوقت، العارضات شوي وبيصلوا لعنا. يلا فوتي لجوا، تأخرنا كتير، إضاءة لازم تجهز. ضويا ماشي. إياد أنت صار لازم تروح. شكراً لأنك وصلتني حبيبي. يلا روح على البيت مشان ترتاح. ولا يهمك حبيبتي، موفقة بشغلك. طيب باي حبيبي. تفضل. عم اسمعك كأنه في بتمك حكي. فتون غالي علي كتير، هي مانا حبيبتي وبس، هي كل شيء. هي أهم إنسان بحياتي كلها، وهي بنت بريئة ولها سبب ما فيها تعرف الأشخاص السيئين، بس أنا فيني أعرف. ممتاز، هذا الشيء مشترك بيننا. رح أحكي بوضوح. تفضل. أنا رح أراقبك. لا، مو قلت لي رح تحكي بوضوح؟ هلأ هذا الحكي بكفي. انت بس انتبه منيح، كل خطوة إلك رح أعرفها، أي شي رح تعمله أكيد رح أعرفه، فهمت؟ وإذا فكرت إنك تغلط هي كمل. انت فنان وخيالك واسع، لهيك بتعرف شو ممكن ساوي. انت مهندس ما هيك؟ بس أنا مستغرب إنه كلامك شوارعي غريبة. تأكد انه رح لقي عليك ممسك، وانا عم استنى على احر من الجمر. ابتسم. لما يجي الوقت انا بدي ساوي معرض، أو بالأصح معرض للمنافقين، معرض تجريدي مثل يلي علمته لفتون. تذكرته؟ بس أنت رح تكون آخر قطعة بالمعرض. نتواجه. أكيد منتواجه.